الفساد الذي نخر الاقتصاد العراقي وتنعمت به جهات عملت على إبقائه وصل به الحال إلى التهام الأرواح وتحديدا على طريق المشخاب الذي سمي بطريق الموت. إلى متى هذا الاستهتار؟ يعني حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. قام مقام رجال ناشدناك أكثر من مرة يا بسايد الثاني بأغلاط المهندس المقيم بويلوفات حادة هاي رايدينها مصدات، ناسنا ماتت، أطفالنا ماتت، يعني ما معقولة. مشروع كامل تشتغل به 5 آليات 4 آليات 16 مليار طولة 11 كيلو، يعني صار 3 سنوات 4، يعني حتى لو حل المشروع ماكو، مدة المشروع ما حد يعرفها، الشركة المنفذة ما حد يعرفها، مجرد بس سيد الثاني. عائلات قضي عليها بالكامل بحوادث مرورية على هذا الطريق المتعرج، فعجلات تنزلق وأخرى تغرق نتيجة للإهمال الذي تعرضوا له، فلا جهة تراقب ولا أخرى تحاسب رغم كثرتها والمناشدات التي تقدم بها الأهالي. رسالتنا ومناشدتنا الأخيرة بعد ما عجزنا من المسؤولين في محافظة النجف وأولهم المحافظ وأعضاء مجلس النواب ورئيس الوحدة الإدارية في قضاء المشخاب، الآن كلامنا مباشر إلى رئيس الوزراء قبل الاعتصام المفتوح في طريق الموت مشخاب مناظرة. شنو ذنب عوائلنا يوميا فاقدين عائلة؟ شنو ذنب عوائلنا وبناتنا وأطفالنا وشيابنا ونسائنا يوميا عائلة مبادة هنا؟ أكثر من 600 شخص من أبناء مدينتي راح ضحية الفساد بهذا الشارع. رسالتنا الأخيرة إلى رئيس الوزراء ووزير الإعمار والإسكان، نطالبكم بإجراء تحقيق وزاري بالسيد الثاني. طبعا من مكان الحادث السيد الثاني هنا صار مكان لفاجعة المشخاب التي راح ضحيتها 4 أشخاص من المدينة، 2 أطفال و2 نساء. الإهمال واضح جدا من قبل هيئة الإعمار والمسؤولين على الإشراف على السيد الثاني. ليش هاي أرواح الناس؟ نساء، أطفال، شباب، رجال، شيوخ، حسبنا الله ونعم الوكيل. إلى متى؟ إلى متى يعني هذا الإهمال الواضح؟ معاناة تتفاقم وصرخات ترتفع، وتحديدا خلال الشتاء، فالمطر الذي نصفه بالنعمة نقمة عليهم، فهو نذير الشؤم الذي ينبئ بكارثة مرورية. لقناة دجلة من النجف، كرار العساف.